إذا لمتابعة تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية على خلفية استمرار انتهاكات الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وأيضا إصراره على تعمد استهداف الصحفيين، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الباحث السياسي الفلسطيني الدكتور هاني الدالي، وننتظر عبر سكايب من الكويت العاصمة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني علي بغدادي. مرحبا بكما. أبدأ معكم دكتور هاني، يعني مع دخول اليوم 93 لعدوان الاحتلال على غزة، الاحتلال يواصل قصفه المدنيين في وسط القطاع، وهو ما أودى بعدد لا يستهان به من المدنيين منذ بدء الحرب والعدوان على غزة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، وأيضا سقوط هذا اليوم 3 من الصحفيين. دكتور، ما الذي يريده الاحتلال من استهداف الصحفيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. طبعا واضح أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال استهداف الصحفيين اليوم هو يعني قاصد ومتعمد لاستهداف الصحفيين لأكثر من سبب. أولا، هناك انحياز غربي للسردية الإسرائيلية بشكل يعني فج وبشكل غريب جدا، ومقابل هذا الانحياز واضح أنه الصحافة والإعلام الفلسطيني رفض الانحياز السردية الإسرائيلية، ويعني واضح أنه دور كبير في كشف جرائم الاحتلال في قطاع غزة، وتحديدا الجرائم حرب الإبادة الجماعية والمجازر. نحن نتحدث عن أكثر من 1900 جريمة مجزرة جماعية ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة، وكشفت جرائم الاحتلال وبينت الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي. لذلك الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالمقابل باستهداف الصحفيين من خلال إما القتل المتعمد، وإما من خلال الإرهاب، وإما أيضا من خلال استهداف عائلات الصحفيين واستهداف ممتلكاتهم واستهداف يعني كل ما يخص الصحفيين من أجل ترهيب الصحفيين ومنعهم من نقل الصورة الحقيقية لما يجري داخل قطاع غزة من قتل وتدمير وتشريد الشعب الفلسطيني والضغط على الشعب الفلسطيني، كما تحدثت أنت في بداية هذه الحلقة حول الوضع الكارثي في قطاع غزة والجرائم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووصوله إلى مرحلة يمكن أن يتحملها ولا يمكن أن تكون يعني صالحة لاستمرار العيش في قطاع غزة. لذلك الاحتلال يضغط من خلال هذا الاستهداف، إما استهداف الصحفيين بشكل مباشر أو استهداف عائلاتهم بشكل مباشر أو استهداف ممتلكاتهم بشكل مباشر لإرهابهم ومنعهم من كشف الوجه. ولكن قابل التقدير لابد أن يكون المؤسسات الإعلامية والهيئات الإعلامية والمؤسسات في إدانة هذه الجرائم، إضافة إلى يعني أن يكون هناك وضع حد للاحتلال الإسرائيلي في ممارسة القتل المتعمد ضد الإعلام وضد الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين. ومع ذلك يبدو أن كل هذا الضغط ضد الإعلاميين أن يفشل، كما فشل في يعني تهجير شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة. واضح أن هناك أيضا صمود أسطوري من الإعلاميين، ونحن ما نرى يعني الصحفي في قناة الجزيرة وائل الدحدوح هذا الصمود الأسطوري رغم ما أصابه من يعني شهداء في العائلة، وآخرهم كان نجدو البكر، ولكنه ما زال مستمر في التغطية الإعلامية وما زال مستمر في حمل هذه الرسالة في يعني إبراز وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإبراز المعاناة الكبيرة التي يعيش الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي. دكتور هاني، على ذكر إدانة الجرائم من قبل المجتمع الدولي، طبعا من المقرر أن تبدأ أولى جلسات محكمة العدل الدولية يوم الخميس القادم لمناقشة حرب الإبادة في غزة. طبعا كما تعرفون أن هناك ربما منظمات أممية تتهم الاحتلال صراحة باستهداف الصحفيين ووصفت الأمر بأنه جريمة حرب، ولكن المتابع للأحداث في قطاع غزة يلاحظ أن هناك استهزاء من قبل إسرائيل بالمجتمع الدولي وقوانين المجتمع الدولي، كيف ترون ذلك دكتور؟ طبعا واضح أن الاحتلال الإسرائيلي من بداية تأسيسه، رغم أنه تأسيسه كان بقرار دولي، ولكنه يعني لم يهتم بأي قرار دولي مورسة واتخذ لصالح الشعب الفلسطيني أو لوقف جرائم ضد الشعب الفلسطيني. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر نفسه هو خارج القانون الدولي، خارج المنظومة الدولية، وينظر يعني المؤسسات الدولية بتعالي وبأنه هو يعني وجدت للضعيفة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، هي وجدت لخدمة الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، وهذا أصبح يعني واضح بشكل كبير. الحرب أصبحت
واضحة وأظهرت الوجه يعني الأخلاقي الغير إنساني للاحتلال الإسرائيلي. هذا من جهة. موضوع يعني محكمة العدل الدولية وتحديدا القضية اللي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، هناك خشية من الاحتلال من هذه القضية، ليس الخشية من اتخاذ قرار ضد الاحتلال الإسرائيلي. واضح أنه قرارات يعني محكمة العدل الدولية ملزمة، وفي النهاية تنتقل هذه القرارات إلى مجلس الأمن لاعتمادها، ولكن الاحتلال لا يخشى من ذلك، لأنه الاحتلال لا يلتزم بأي قرارات لا محكمة عدل دولية ولا حتى قرارات مجلس الأمن. ولكن أكثر ما يخشاه الاحتلال الإسرائيلي من مجريات أو تداعيات هذه المحكمة هي إثبات الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وخاصة يعني حرب الإبادة التي مورست وحرب التجويع الذي مورس ضد الشعب الفلسطيني وحرب المجازر الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد قطاع غزة، لأنه هذا في يعني الاحتلال يرى فيه تداعيات وانعكاسات على الصورة على الاحتلال، لأنه نحن نتحدث عن محكمة العدل الدولية لمكانتها ولقوتها ولإثبات هذه الجرائم. بالتأكيد يعني هذه الجرائم سيكون هناك تداعيات، وعلى رأس هذه التداعيات غير فضح الاحتلال الإسرائيلي وإبراز صورته الحقيقية، هناك انعكاسات من الدول أيضا. من الممكن أن يكون هناك مقاطعة سياسية للاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى مقاطعة إلى شركات الاحتلال الإسرائيلي، وهذه التداعيات بالتأكيد ستؤثر على الاحتلال الإسرائيلي حتى لو لم يلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية. وقد يكون هناك أيضا ملاحقة لقادة الاحتلال الإسرائيلي في كثير من الدول. لذلك أنا بتقديري أن موضوع محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي يعني يخشاه بشكل كبير جدا، لذلك نتنياهو تعامل مع هذا الموضوع بشكل جدي وأصدر توجيهاته للدبلوماسية الإسرائيلية ويعني الأمن والأجهزة القانونية للتعامل بجدية حول هذا الموضوع. وأنا بتقديري يعني هذا الأمر بالتأكيد سيكشف الدور الحقيقي الذي مارسه الإسرائيلي انتهاك ارتكب جرائم بقتل جماعي بعقاب جماعي، قتل يعني بموضوع السادية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بموضوع انتهاك وسرقة جثث الموتى والذي حدث قبل أيام في رفح حينما سرق أعضاء 80 جثة من الجثث، وقبل أيام أيضا نبش قبور عدد من يعني الموتى، وهذا بالتأكيد في انتهاكات كبيرة للقانون الدولي والمواثيق الدولية وحتى الأعراف وكل القوانين والمواثيق في هذا الجانب. دكتور هاني، لو فتحنا نافذة المستوى الميداني وأثر ذلك على الداخل الصهيوني، اليوم أعلن الاحتلال عن مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء ناحال، إلى جانب طبعا سقوط عدد كبير من الجنود. عملية سقوط قيادات كبيرة منذ بدء المعارك، ماذا يمثل على المستوى من ناحية إدارة المعركة أو على مستوى النفسي للجنود الصهاينة؟ بالتأكيد هذا السؤال مهم. بالتأكيد أن ما حدث في قطاع غزة والإخفاق الكبير لجيش الاحتلال داخل قطاع غزة ومستوى القتل في قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي هو المستوى العالي والأداء العالي للمقاومة الفلسطينية في يعني الإسخان اليومي والقتل اليومي لجنود الاحتلال الإسرائيلي، هذا كان له انعكاس كبير، إضافة إلى منع المقاومة حتى الآن وإفشال المقاومة لكل يعني العمليات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على كل محاول القتال في قطاع غزة لتحقيق أهداف عسكرية. حتى الآن الاحتلال لم يحقق أي هدف عسكري في قطاع غزة. بالتأكيد هذا له انعكاسات أولا على جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة كما تفضلت أن حينما نقول أن هناك نوعية القتلى في قوات النخبة أولا، ثانيا بمستوى القيادة التي يتم قتله. نحن نتحدث كما تفضلت عن قائد من قادة الجيش الاحتلال في قوات ناحل التي تم قتله أمس، وإضافة إلى الأعداد الكبيرة قبل قليل أيضا هناك يعني حديث عن الاحتلال الإسرائيلي أن مجزرة ارتكبت ضد جيش الاحتلال في منطقة خان يونس وهناك أعداد كبيرة من القتل. هذا له انعكاس أولا على جيش الاحتلال الإسرائيلي على انخفاض معنوياته بشكل كبير جدا، وهذا بين آثاره من خلال هروب سرية من القتال، من خلال انخفاض معنويات الجنود، وبدأ اضطر جيش الاحتلال إلى سحب عدد من قواته داخل قطاع غزة سواء كانت من الألوية أو كانت من الكتائب المساندة، وهذا بالتأكيد أثر على الصورة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه انسحب قبل أن يحقق أي أهداف أو أي سيطرة في قطاع غزة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا ما حدث أثر على المجتمع الإسرائيلي الداخلي الذي الآن بدأ يدرك تماما أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع أن يحقق أي هدف في قطاع غزة، وخاصة موضوع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. وبدأ المجتمع الإسرائيلي يدرك أن الإفراج عن الأسرى لابد أن يكون من خلال الاستجابة لشروط المقاومة الفلسطينية، لأن المقاومة هي يدها العليا في الميدان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وهي الأهم،
أن الإخفاق العسكري في قطاع غزة كانت نتيجته الخلافات الكبيرة داخل مجلس الحرب وداخل القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، والتي بدأت تطفو على السطح. نحن نتحدث عن أسباب هذا الخلاف الداخلي، أولا هو الإخفاق داخل قطاع غزة، ثانيا الخلافات فيما بعد يعني العدوان على قطاع غزة المرحلة القادمة، وهي موضوع يعني الخلافات يعني ليست تكتيكية بموضوع ما بعد العدوان على قطاع غزة المرحلة القادمة. هناك بعض قادة الجيش يرون بأنه يعني لا أن ما بعد قطاع غزة يكون هناك انسحاب، أما القيادة الصهيونية المتطرفة تحديدا سموتريتش وبن غفير ونتنياهو يرون أن لابد أن يكون هناك احتلال كامل لقطاع غزة وإقامة مستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، بمعنى أن الخلافات استراتيجية وليس خلافات عادية. السبب الثالث وهو الأهم أيضا، وهذا كله نتيجة إخفاق قطاع غزة، أن هناك تهجم على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي تعتبر مقدسة لدى المجتمع الإسرائيلي، وخاصة من رئيس الحكومة نتنياهو والأحزاب المتطرفة، والتي الآن ترى في اللجنة التي يريد أن يشكلها رئيس هيئة الأركان في التحقيق لما حدث 7 أكتوبر أنها موجهة بشكل أساسي إلى نتنياهو والتحالف والائتلاف الموجود معه لتحميل مسؤولية ما حدث. لذلك الخلافات أصبحت واضحة، والجيش أيضا يرى بأنه هناك هجمة عليه، كما يقول يعني الجيش الإسرائيلي بتصريح سابق أنه يواجه معركة وحرب من أكثر من اتجاه، وعلى رأس هذه الاتجاهات هي رئاسة الوزراء أو قيادة يعني الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الموجود الذي يوجه اتهام ضد الجيش الإسرائيلي، وهذا بالتأكيد سيشغل الجيش في مواجهة هذا الأمر عن المواجهة في قطاع غزة، وبالتأكيد سيكون هذا له انعكاسات سلبية على استمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، لأنه نحن نتحدث عن خلافات جدية. إضافة إلى ذلك هناك أيضا تراجع في الدعم الدولي الإسرائيلي، في الدعم الدولي الغربي للإحتلال الإسرائيلي في استمرار في عدوان على قطاع غزة، وهذا أصبح واضح بشكل كبير جدا. دكتور، هناك أزمة واضحة منذ بدء العدوان على غزة، أزمة بين حكومة نتنياهو والمؤسسة العسكرية في الكيان المحتل. إلى أي مدى تؤثر على تقييم الإدارة الأمريكية، خاصة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعني بصدد زيارة إلى تل أبيب؟ نعم، هذا طبعا سؤال مهم جدا، وواضح أن الملفات التي يحملها وزير الخارجية الأمريكي هي 3 ملفات بشكل أساسي. الملف الأول وهو بحث مع الجيش الاحتلال الإسرائيلي المرحلة الثالثة، ويعني هذه المرحلة التي ما زال هناك خلافات داخل مجلس الحرب في هذه المرحلة، هناك يبدو يعني كأنه وجود صفقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي حول تخفيض العدوان في قطاع غزة من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة، وخاصة موضوع الاغتيالات وموضوع المنطقة العازلة وموضوع تنفيذ عمليات نوعية. هذا من ناحية. الملف الثاني هو له علاقة بالتصعيد في منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذا التصعيد يضر بمصالحها في هذه المنطقة، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى سنة انتخابات حساسة وحرجة وحاسمة، وخاصة بموضوع بايدن وإعادة ترتيب ملفاته، وخاصة بعد تراجع يعني لبايدن بشكل كبير جدا. لذلك هي تريد ان ترتب هذا الملف بشكل كبير جدا وغير معنيه بالتصعيد، وبالمقابل الاحتلال الاسرائيلي وجيش الاحتلال ونتنياهو تحديدا يريد ان يهرب الى الامام بتصعيد في منطقه الشرق الاوسط وتحديدا في الجبهه الشماليه مع لبنان. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى ايضا الولايات المتحده الامريكيه تريد اعاده المفاوضات بموضوع اطلاق الاسرى الصهاينه لدى المقاومه الفلسطينيه من اجل تخفيف الضغط على جيش الاحتلال الاسرائيلي. في المقابل هناك الخلافات الداخليه، ترى الولايات المتحده الامريكيه ان هذه الخلافات بكيد تؤثر على مجريات العدوان على الشعب الفلسطيني ومجريات المعركه بشكل كامل، بمعنى ان هذه الخلافات يعني تؤثر على الهدف العام اللي رسمته الولايات المتحده الامريكيه وهو القضاء على المقاومه الفلسطينيه. لذلك ترى الولايات المتحده الامريكيه لابد ان يكون لها دور في هذا الموضوع، لانه في النهايه هذه الخلافات انعكاسات ستكون في وجه الولايات المتحده الامريكيه، لانه بايدن وضع مستقبله السياسي بيد نتنياهو، واضح انه نتنياهو فقد مستقبله السياسي من خلال الضربه الاولى التي كانت في 7 اكتوبر. لذلك انا بتقديري نحن امام مشهد معقد، هذا المشهد تحديدا في المجتمع الإسرائيلي وفي القيادة السياسية الإسرائيلية سيستمر بشكل كبير جدا، وهناك تهديد من جنت بشكل واضح أنه لن يستمر في يعني، وخير نتنياهو بين أمرين، إما أن يختار ما بين
يعني الوحدة والأمن، وبين أن يختار السياسة وهي مصالحه الشخصية. وواضح أنه نتنياهو بالتأكيد سيختار مصالحه الشخصية، وكل هذا الأمر، كل هذه الخلافات وكل ما يحدث الآن بالتأكيد سينعكس على مجريات المعركة، وكذلك سيكون في وجه الولايات المتحدة الأمريكية التي كان لها دور كبير في إسناد إسرائيل وفي تقديم الدعم العسكري والدعم السياسي والدبلوماسي من أجل استمرار في هذه المعركة. ولكن دكتور هاني، هناك من يحلل زيارة أنتوني بلينكن للمنطقة بحسب وكالة بلومبرغ والتي نقلت بدورها عن مسؤول أمريكي كبير، زيارة بلينكن تحمل رسالة واحدة مفادها أن إدارة بايدن ليست معنية بتصعيد الصراع بحسب وكالة بلومبرغ. ما مدى منطقية هذا الطرح دكتور؟ طبعا يعني عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية هي هناك تناقض أيضا في موضوع التصريحات. نعم. هذا الحديث الذي يتحدث أنها غير معنية، هناك مؤشرات فعلا يعني قراءة للواقع الموجود في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة الأمريكية غير معنية بالتصعيد في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من سبب. أولا لانشغالها في حربها وخاصة معركتها الاقتصادية ضد الصين، هذا من ناحية. من ناحية أخرى المعركة المشتعلة ما بين روسيا وأوكرانيا أيضا هي معنية الانتباه لهذا الملف. إضافة إلى يعني أمر ثالث أن المعركة بالشرق الأوسط يعني تهديد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا، واندلاع هذه الحرب يعني انشغال الولايات المتحدة الأمريكية في أهداف أقل أهمية من الأهداف الاستراتيجية التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في المقابل هناك حديث أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد خططها لمواجهة يعني ما يقوم به الجيش اليمني على باب المندب، وكذلك ما يقوم به العراق في مواجهة القواعد الأمريكية في القواعد هناك. الأمر الثالث أيضا موضوع استهداف الشيخ صالح العروري في الضاحية الجنوبية في لبنان، بالتأكيد هذا الأمر لم يكن عبثا ولكن هذا كان بقرار أمريكي، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنها غير معنية بالتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ولكن بنفس الوقت هي تجهز نفسها في أسوأ الخيارات والاحتمالات الموجودة، وهي جاءت لهذه المنطقة لأكثر من سبب. أهم سبب في هذه الأسباب هي موضوع رعاية مصالح إسرائيل في هذه المنطقة ومواجهة المقاومة الفلسطينية، لأنه هذا الهدف الأساسي. رغم أن هناك اختلاف بالتكتيكات، هناك اختلاف بالجوانب العملياتية، ولكن ليس هناك حتى الآن اختلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيل في القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفي مواجهة حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية وبشكل عام مواجهة الشعب الفلسطيني. لذلك هذا يأتي في سياق مساعدة إسرائيل لضبط نفسها، لأنه واضح أن إسرائيل من بداية دخولها للرد على المقاومة الفلسطينية بعد 7 أكتوبر دخلت بحرب انتقامية لا يوجد فيها توازن، لا يوجد فيها دراسة حقيقية للأهداف الموجودة، وهناك واضح أنها يعني أن إسرائيل كانت داخلة بهذه المعركة دون اعتبار الأهداف السياسية والاستراتيجية. كذلك ما حدث من خلال اغتيال الشيخ صالح العروري، هذا الأمر بالتأكيد كان رد غير مدروس، رد كان ينبع من ناحية انتقامية، من ناحية الارتباك وهروب من الأمام للإخفاق في قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية جاءت لمساعدة إسرائيل في ضبط سلوكها وفي مساعدتها أيضا في مواجهة المقاومة الفلسطينية والضغط في منطقة الشرق الأوسط لمنع أي تصعيد في هذه المنطقة للمحافظة على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والانتباه للانتخابات القادمة، وكذلك الانتباه يعني تتفرغ لمواجهة الصعود الصيني في هذه المنطقة. دكتور هاني، بعد 3 أشهر من بدء العدوان الصهيوني على غزة، هل تعتقد أن الولايات المتحدة فضلا عن الحكومات الغربية ما زالت مقتنعة بأن جيش الاحتلال قادر على تحقيق أي من أهدافه المعلنة وهو تدمير القدرات العسكرية للمقاومة وإعادة المحتجزين؟ أحسنت، هذا سؤال مهم جدا، لأنه عندما نتحدث عن أن الأهداف المعلنة لزيارة وزير الخارجية الأمريكية كما نتحدث عنها هناك 3 ملفات، أما الأهداف الغير معلنة وهي إدراك الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي ومباشر بأنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يحقق أي هدف في قطاع غزة من خلال مواجهة المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، هناك إدراك أمريكي واضح بهذا الجانب من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هناك حرج لدى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو ضغط من الشعوب الغربية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وكما نلاحظ يعني موضوع يعني بريطانيا والمظاهرات التي تحدث، وإضافة إلى تراجع
الموقف الدولي في دعم الولايات المتحده الامريكيه، وهناك مطالبات بشكل مباشر بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. هذا الادراك الامريكي، اصبح هناك قناعه بان العدوان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني لن يحقق الاهداف التي وضعتها امريكا ولا اسرائيل نعم ضد دكتور. الشعب الفلسطيني وضد المقاومه الفلسطينيه. لذلك الولايات المتحده الامريكيه الان تريد وقف هذا العدوان، ولكن بالطريقه التي تخدم مصالحها ومصالح اسرائيل، بمعنى الذي عجزت عنه اسرائيل وامريكا في انتزاعه من الشعب الفلسطيني، هي تريد انتزاعه من خلال المعركة السياسية الموجودة، وهذا كان واضح من خلال رد قيادة المقاومة الفلسطينية، وتحديدا نعم دكتور. يعني رئيس حركة حماس نعم. حينما قال بأن يعني الهدوء في منطقة الشرق الأوسط يعني مرهون بالاستجابة ل يعني حقوق الشعب الفلسطيني. شكرا وإعطاء دكتور. الشعب الفلسطيني حقوق. عبر سكايب من اسطنبول، آسف لضيق الوقت، الباحث السياسي الفلسطيني الدكتور هاني الدالي، شكرا جزيلا لكم.